السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلاً وسهلاً بكم في أسئلة شاملة لمادة اللغة العربية، امتحانات الوزارية 2023. السؤال الأول قال تعالى: وقالوا آمنا به وإنا لهم التناوش من مكان بعيد. هذا اللي ما دلالة اسم الاستفهام وكيف توجه إعرابه مع ذكر القاعدة. قال تعالى: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قال تعالى: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال تعالى: كيف كان عاقبة المكذبين؟ قال الإمام عليه السلام: كم من صائم ليس من صيامه إلا الظمأ. قال الشاعر: فماذا تبتغي أعلو شأن فمن ذا كان أرفع منك شأنا؟ قال الشاعر: أي اصطبار ليس بالزائل وأي دمع ليس بالهامل. قال الشاعر: ماذا يراد بنا وأين يسار؟ والليل داجل والطريق عثار. قال الشاعر: متى يكون الذي أرجو وأمله؟ أما الذي كنت أخشاه فقد كان. قال الشاعر: وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتمجد. أيضا: بسيفك يعلو الحق والحق أغلب، وينصر دين الله أين تضرب. قال الشاعر: كم من حكيم يبغي بحكمته، تسلف الحمل قبل نعمته. أيضا عندنا الشيء الآخر، السؤال الثاني. قال الإمام علي عليه السلام: فمن ذا يذمها وقد أذنت ببنيها ونادت بفراقها ونعت نفسها؟ استخرج اسم الاستفهام ثم وضح محله الإعرابي مع ذكر القاعدة. كيف تستبدل اسما معربا بدلالة الحدث محل اسم الاستفهام المذكور على أن تفصل في إعرابه وتبين قاعدة الإعراب؟ انفي ما فوقه الخط بما يناسبه ثم وضح الأثر الإعرابي والمعنوي للأداة. كيف تستفهم عن بفراقها باسم مناسب مع التفصيل في إعرابه؟ بما تعلل عدم كون نفسها توكيدا معنويا ثم اجعلها توكيدا معنويا ضمن جملتها مع التفصيل في إعرابها؟ أيضا عندنا قال الشريف الرضي: لا تحلفن بوعيد زل من فمه، فما يضر من المغرور توعيد، ولا يؤمل أن يلقاك في عدد، إن أسحر الليث أخفى شخصه السيد. استخرج التوكيد وبين نوعه، لماذا لم يقل الشاعر يؤملن؟ وما التغيير الذي تجريه لو أردت توكيده؟ أيضا عندنا بين الاختلاف بين ما فوق الخط في كل من الجملتين من ما يأتي من حيث التوكيد: انتصر العراق انتصارا، انتصر العراق انتصارا عظيما، زرعنا كلتا الحديقتين فازهرتا، زرعنا الحديقتين كلتيهما فأسهرتا. بين الفرق بين المنادى في البيتين وماذا نسمي الأول منهما وكيف نعرفه. قال جميل أبو ثينة: أبو ثينة إنك قد ملكت فاسجحي، واخذي بحظك من كريم وأصلي. وقال: إذا قلت ما بي يا أبو ثينة، قالت: قاتلي من الحب، قال: ثابت ويزيد. بين الفرق بين المنادى يا بنية ويا بنية في الآيتين الآتيتين نوعا وأعرابا. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيضا ما الذي تلمسه من الفرق بين ما فوق الخط فيما يلي؟ قال شاعر: وما ليل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وقال الشاعر: وما منزل اللذات عندي بمنزل، إذ لم أبجله عنده وأكرمه. أيضا في النصوص التالية تقدم الخبر على المبتدا والمفعول به على فعله، أشر إلى كل موضح تقديمه موضح التقديم موضحا نوعه وحكمه مع بيان السبب. قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن به عليم. وقال المتنبي: كيف الرجاء من الخطوب تخلص من بعد ما أنشبنا في مخالبا. وقال الشاعر: لقد طالعتها ولكل شيء وإن طالت لجاجته انتهاء. أيضا قال الشاعر: إذا لم تزر أرض الخصيب ركبانا فأي فتى بعد الخصيب تزوره. وقال الشاعر: وإياك يهوى القلب مهما تطاولت، مسافات غدر الدهر في كل وجهة. وقال الشاعر: وللأيام غفلتها ولكن إذا تصحو لها أمر شديد. أيضا وقال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إليه لا يرجعون. وأيضا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه
رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. قال الإمام الحسن بن علي عليه السلام: يا ابن آدم، نفسك نفسك، فإنما هي نفس واحدة، إن نجت نجوت، وإن هلكت لم ينفعك نجاة من نجا. أيضا استخرج التوكيد في كل من ما وضع ورد فيه ثم وضح نوعه وصيغته. وردت أداة النفي في النصوص أعلاه أشر إليها موضحا تأثيرها المعنوي والإعرابي مع التوضيح. في الجملة: لم يدخل الجنة مفعول مؤخر، اجعله متقدما وجوبا، مع بيان قاعدة التقديم والغرض منه. أيضا عندنا هنا: ما الذي يميز الهمزة من هل في كل موضع وردت فيه، وما نوع الاستفهام في كل موضع معللا. قال تعالى: أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وأيضا قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، صدقا قلت أم كذبا. أيضا قال الإمام علي عليه السلام: أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم. استخرج اسم الاستفهام مبينا محله الإعرابي وقاعدة إعرابه. اثنين: استبدل باسم الاستفهام المذكور في النص اسما يحمل الدلالة نفسها على أن تجعله في حالتي إعراب مختلفتين، مع بيان المحل الإعرابي والاستضاءة بقاعدته. استخرج أداة النفي التي في النص موضحا نوعها وأثرها للمعنوي، مع الإشارة إلى أركان الجملة ونوع كل منها وإعراب كل منهما وإعرابه. اجعل النفي بأداة مغايرة نوعا موافقة عملا، على أن يكون نفيها مؤكد. ما نوع ما التي في السياق، وكيف تجعلها طلبية ضمن النص مع بيان محلها الإعرابي؟ لو قلت: أوصيكم أنتم بذكر الموت عينه، فأين تحقق التوكيد وما نوعه وطريقته مع التفصيل في إعرابه؟ قال الشاعر: لها بشر مثل الحرير ومنطق دقيق الحواشي، لا هراء ولا نزر. ورد التقديم وما نوعه وما حكمه مع التعليل. ما قولك في لا الواردة في البيت الشعري مرتين مع التوضيح؟ من صدر البيت اختر لفظا يمكنك أن تؤكده بحرف زائد يناسبه. أيضا عندنا قال الشاعر: يا حار قد عولت غير معول عند الهياج وساعة الأحساب. أشر إلى النداء وفصل في إعراب المنادى مبينا الخصوصية التي جاء فيها مع ذكر الوجه الآخر في إعرابه. ما نوع التوكيد الوارد في البيت وما صيغته؟ ما نوع غير وما أعرابها وما فائدتها، مع بيان أثر الإعرابي؟ إن فيما فوق الخط بما يناسبه، ثم أعرب ما بعد الأداة بعد إجراء التغيير اللازم. استبدل فعلا للنفي بغير، غير أن يكون التعبير مؤكدا. قال الشاعر: أي راكبا أما عرفت فبلغن ندماي من نجران أن تلاقيا. ما دلالة حرف النداء الذي تصدر البيت الشعري، وما نوع المنادى وما أعرابه مع التعليل؟ ما نوع الفعل الذي دخلت عليه نون التوكيد، وما حكم توكيد بها؟ ثم فصل في إعرابه. تحقق التوكيد في موضع آخر عدا نوع نون التوكيد، عدا نون التوكيد استخرجه موضحا نوعه وصيغته. أيضا اجعل ما فوق الخط جوابا لجملة استفهامية: أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضواء، اجتهدت اجتهاد العلماء، يحشر الناس جميعا يوم القيامة، ينفق المؤمن أعز ما يملك في سبيل الله، خلق الناس أحرارا. أيضا أي شخص سألت أو من سأل. في الجملتين اسمان للاستفهام عربهما بين الفرق بينهما. أيضا هنا عندنا قال الشاعر: أي قلب هام فيكم وسكن، أو توالى غيركم طول الزمن. ما معنى أي ومن أين يستفاد هذا المعنى؟ أعرب أي واذكر السبب. ما المعنى المجازي الذي خرج إليه الاستفهام فيما يأتي؟ قال تعالى: وهل مجازي إلا الكفور. وقال تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قال الشاعر: خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا، ولكن لا سبيل إلى الصبر. استخرج المنادى وأعربه مبينا حالة أداته. أشر إلى جملة التعجب ثم فصل في إعراب أركانها مع توضيح الطريقة التي تم فيها وتعليل هذه الطريقة. اجعل التعجب المذكور فيما سبق بصيغة الثانية: أين تحقق النفي وما يطلق عن تسميته من تسميته على أداته معللا، ثم أعرب أركان جملتها. ورد في الدعاء: سبحانك اللهم وحنانيك، سبحانك من عظيم ما أعظمك. دل على التعجب وبين نوعه وصيغته، ثم أعرب الصيغة التي ورد فيها.
عين النداء وبين حالة أداته ونوع المنادى وإعرابه. قال رسولنا الكريم: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها وحلها، تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة. ورد المدح والذم، استخرجهما وفصل في إعراب أركان الجملة واحدة منهما. اجعل جملة المدح بالفعل الآخر ثم أعرب أركان جملته بعد تغيير ما يلزم. أيضا عندنا: ما الذي نلمسه من الفرق بين ما فوق الخط في ما يأتي؟ قال تعالى: ما هذا بشرا، وقال تعالى: ما هذا إلا بشر. لما لم أتجاوز على الحريات؟ لما أتجاوز على الحريات، لا قاطع رحم محمود ولا قاطعا رحما محمود. قال تعالى: إن هذا إلا أساطير الأولين، ونقول: إن تشتهي تنجح. نقول: ليس له ولد وما له ولد. هيا ناصر الحق انهض، هيا ناصرا الحق انهض. قال تعالى: وما كان ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان معذبهم وهم يستغفرون. أيضا قال أبو هلال العسكري: خليلي ليس الذخر إلا صنيعة، ولا صنع إلا أن تكون الدراهم. في البيت أداتان فيما التأثير المعنوي والإعرابي لهما مع بيان خصوصية كل منهما. استبدل ما بليس مع بيان ما يطرأ على الجملة من تغيير. في صدر البيت توكيد ما نوعه وصيغته. وصل في إعراب خليلي ثم اجعله بحالة إعرابية مغايرة لما ورد. أن في ما فوق الخط بأداة نفي مناسبة مع ذكر القاعدة فيما يأتي. قال بشار بن برد: نقضي سواد الليل مرتفقة، ما تنقضي منه عجائب عجائب عجائبه. قال أبو العتاهية: لقد درجت منا قرونا كثيرة، ونحن سنمضي بعدهن وندرج. وقال المتنبي: وأنت حياتهم غضبت عليهم، وهجر حياتهم لهم عقاب. وصل الطلاب وقد يتأخر سعيد، ألقى الشاعر قصيدة. أيضا عندنا هنا قال تعالى: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان. قال تعالى: لا نخلفه نحن ولا أنت. قال جرير: سرت الهموم في بطن غير نيام، وأخو الهموم يروم كل مرام. ذهبت إلى الاختبار لا خائفا ولا مرتعبا. هذا يعني لا شنو فصل إعراب ما فوق الخط. استخرج معمولي لا نافي للجنس، وبين نوع اسمهما وإعرابهما فيما يأتي. قال الشاعر: يحشر الناس لا بنين ولا آباء، إلا وقد عنتهم شؤوم. لا طالبات في المختبر، لا نصيحة إخلاص أنفع من نصيحة لا نصيحتي إخلاص أنفع من نصيحة الوالدين. لا بقاء لإرهاب في بلدنا، لا آكلين مال اليتيم ناجون. وأيضا قال الشاعر: لأجاهرن بما تكن ضمائري، وليكثرن وسائل الإرهاق. استخرج المضارع المؤكد بنون التوكيد في كل موضع ورد فيه، ثم بين حكم التوكيد وفصل في إعرابه. ما الفرق في الجملتين الآتيتين من حيث قوة المعنى الذي يؤديه القصر مع التونس؟ ما العراق إلا منتصرا، ما منتصر إلا العراق. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.